Monsieur le sénateur, monsieur le président, et j'ai envie de vous dire, mon cher collègue, puisque nous partageons au moins cette qualité d'être des universitaires, et je suis très fier d'être un universitaire, bienvenue chez vous, et à travers vous, bienvenue à tous nos invités, étrangers, entre guillemets. Donc il n'y a pas d'étrangers, nous n'avons que des invités, que des hôtes. Je suis effectivement très fier de cette institution, je suis très fier de ce qu'elle a donné, je suis très fier du fait qu'elle a été initiée par des Tunisiens, je suis très fier qu'elle ait un pont avec des amis du monde entier, je suis très fier du travail qu'elle fait, je suis très fier de l'apport de mon ami le professeur Riyad Ben Achour qui travaille avec nous sur ce grand rêve qu'est la Cour constitutionnelle internationale. Donc c'est vraiment pour moi un véritable plaisir, il n'y a rien d'affecté, il n'y a rien de diplomatique. Je suis très sincère en disant que pour moi l'Académie est un fleuron dans l'université tunisienne et je voudrais vous rendre hommage à vous tous ici qui l'a fait vivre. Je partage évidemment votre sentiment de deuil, votre tristesse d'avoir perdu des grands hommes, dont le doyen Amor, à qui je voudrais ici rendre solennellement hommage. Ceci étant dit, vous allez me permettre de lire le discours, puisque je suis venu pour ça, mais j'espère que j'ai passé à travers ces quelques mots spontanés ce que je ressens réellement. Alors, « Hadrat al-Sayyid Raïs l'Académie al-Dawliya al-Qanoun al-Dusturi, Hadrat A'ba al-Majlis al-Almi l'Académie, Sayyid al-Wazir, Hadrat al-Diouf al-Kiram. » يسرني أن أحضر معكم هذا الصباح موكب افتتاح الدورة 28 للدروس الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وإذ تشكل مشاركتي هذه عملا ثنائي المعاني ومزدوج الأبعاد. لا بد بادئ ذي بدء أن أنوه بالمؤسسة التي تحتضننا اليوم أي الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وهي هيئة علمية دولية مستقلة بعثتها ثلة من الحقوقيين المرموقين من أكثر من 25 دولة صائفة سنة 1984 وقرروا أن تكون تونس مقرها الدائم ولئن راهنت بعض الأطراف والجهات على فشلها وعدم ديمومتها فإنها واصلت منذ ذلك التاريخ وبكل انتظام تنظيم دورات تدريسها بدون انقطاع منذ سنة 85 بكل استقلال عن أي جهة داخلية كانت أم خارجية وقد أمها أكثر من 1300 دارس من مستوى عال قادمين من أكثر من 60 دولة ومثابرة على نشر أعمالها في سلسلة علمية تعتبر اليوم مرجعا هاما من مراجع القانون الدستوري المقارن وهو ما يحملنا على تثمين دورها ودعم أعمالها والتشديد على استقلالها والاهتمام بإنتاجها. أما البعد الثاني لهذا الحضور فهو مرتبط بموضوع هذه الدورة 28 القانون الدستوري الاستثنائي وهو من دون منازع موضوع ذو حيثية بالغة الأهمية بالنسبة للوضع الذي تعيشه بلادنا ويزيد علمنا بأن الأكاديمية كانت أقرت هذا الموضوع منذ سنة 2008 من قيمة النظرة التي نحملها على دورها الاستشرافي لا يخفى على أحد أن تونس تمر بظرف دستوري استثنائي إذ أن إنهاء العمل بدستور غرة جوان 59 لم يتم بعده سده بدستور دائم جديد وهو ما ينكب عليه اليوم المجلس الوطني التأسيسي نحن نعيش تحت طائلة التنظيم المؤقت ثاني للسلطة العمومية بعد أن غطى الأول فترة ما بين مارس وأكتوبر 2011 وهو ما يعطي لأعمالكم ولدروسكم والحوار الذي ستحف به رجع الصدى مؤكدا لدى جل المتتبعين للشأن العام في بلادنا سواء انتموا للحقل الأكاديمي أو السياسي أو المدني أهمية الموضوع كما لا يفوتني أن أغتنم فرصة وجودي بين هذا الجمع الهام من أهل القانون الدستوري تونسيين وضيوف أساتذة وطلبة فاعلين ومنظرين أن أتعرض لمسألة أعيرها أهمية قصوى كنت أثرتها كتابة منذ سنة 99 على أعمدة بعض الصحف الأجنبية وهي مسألة المحكمة الدستورية الدولية إن فكرة بعث هيئة قضائية دولية تنشأ لتكون ملجأ لكل من يرى أن جهة رسمية قد تجاوزت أو خالفت قواعد السلوك الديمقراطي سواء تعلق ذلك بخرق الحقوق المدنية والسياسية أو عدم ضمان حرية ومصداقية وشفافية الانتخابات أو إجراء انقلاب على سلطة دستورية شرعية فكرة هامة يجب السعي من الآن على تحقيقها على المستوى الدولي لا يرى أهل القانون الدستوري والقانون الدولي
أي شك في وجود منظومة قواعد دولية ملزمة وسارية على أسس تعاقدية ضامنة للمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، فاحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام مبادئ الانتقال الديمقراطي للسلطة وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تشكل اليوم جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي المعاصر. تقوم المبادرة بهذا المقترح على تصور هيئة دولية تضمن تفعيل هذه المبادئ واحترامها، وهو ما يتماشى في نظرنا والبعد الدولي والكوني للثورة التونسية. فمن الجدير بتونس ثورة الكرامة والحرية والديمقراطية أن تتقدم للمنتظم الدولي بهذه الفكرة، وهي على أتم العلم أن هذا التمشي يستدعي الكثير من المثابرة والشرح والإقناع، وأنه سيؤتي أكله بعد جيل أو أكثر، لكن كل الأفكار الهامة والنقلات النوعية بدأت بهذه الكيفية. ستواصل الأكاديمية احتضان هذا الحوار الثري والاستشرافي، وذلك بتنظيم مائدة مستديرة هذا المساء بقصر قرطاج حول هذا الموضوع بالتعاون مع مصالح رئاسة الجمهورية. رجائي أن تكلل أعمالكم بالنجاح، وأن تواصل الأكاديمية تألقها وإشعاعها، كما أجدد شكري لدعوتكم الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.